أن محمد حال بينه وبين الكاميرا بين موظف، فقلنا إذا منعه. قال إيه منعه، مسك يده بعد عن الكاميرا، قال إيه بعد عن الكاميرا. إذا خلاص ننتهي الموضوع، خلاص هو هذا اللي زعلنا، حنا ما قلنا هو ضرب وصارت مضاربة وصارت مجالدة وصار قتل، ما قلنا كذا، منعه إذا هو خطأ، بس انتهى الموضوع. الخطأ اللي حصل أنه منع الموظف وهذه دفه، فهذه مش موضوعنا، هذه موضوع ثاني، أنه ترحل البرايم ودخل برايم وأخذ جزاه وخصم عليه وإلى آخره. ففكرة الظلم ما هي موجودة. لكن أنا شوف شوفوا يا جماعة الخير، طيب منعه، أنتم جالسين تقولون منعه ما ضربه، منع بمعنى اعتدى، منعه من عمله معناه اعتدى عليه في عمله. المنع بحد ذاته أنك تمنع موظف يستلم راتب مرسول من الإدارة في أنه يجهز الكاميرا ويضبطها ويمنعه من عمله، هذا بحد ذاته مخالفة. فكرة أنك تروح تفصل الكاميرا ولا تغطيها ولا أنك تحط عليها قماش وتغطيها، خطأ. بالنهاية الإعلام له قوانينه وله احترامه، من يخطئ يتحمل. أنا ما أتكلم عن محمد، أنا أتكلم بشكل عام. فأنا أحب محمد جدا على المستوى الشخصي، ولكن اللي صدر من خطأ صلى الله عليه وسلم، فلا تشدونها. أما فيما يخص اللي جالسين يدعون واللي داخلين عليه بالخاص يدعي علي وعلى أمي وعلى أبوي وعلى، تأكدوا إن دعواتكم ترد عليكم لأنها من غير وجه حق. أنا عني حسبوني بقول والله ما أسامح كل من دعا عليه، ما أقول يا رجال روح سلامتكم، الله لاني اللي بدي عليكم، ولا بقول الله لا يسامحكم ولا سلامتكم الدنيا بخير. فمحمد لن يعود للبرنامج، قرار صدر وانتهى. سلطان الهميري I love you يا حبيبي كلكم والله جميعا، شكرا لكم الله يسعدكم. فمحمد لن يعود. اللي جالسين يقولون يا ناصر ان التراكم مخالفات متراكمة، المفترض انكم يعني ما يؤاخذ بمخالفات القديمة، لا خالف مرة هم. نواف بن عياش ما يكذب، انا ما قلت يكذب، انا تكلم نواف بن عياش طلع وصرح قال ناصر انه قال كلام غير الكلام اللي قلت. روحوا جيبوا المقطع اللي تكلمت فيه. انا وش قلت؟ قلت انه حصلت مزاحمة ما بينه وما بين الموظف، مسكه بعد يده، هالسبب هذا هو منعه من عمله، فبالتالي يعتبر خطأ ومنع. أما مدة اليد كانت من هادي وصلى الله وسلم دنيا وخير. يعني ماني مجبور ترى أبرر لكم، ماني مجبور أبرر لكم أبدا، لكن بالنهاية ترى طلع من برنامج ما طلع من الحياة. محمد أخونا ويبقى أخونا، والله ما فيه متسابق من المتسابقين اللي قد تهاوشنا معه، طبيعي جدا، إخوان في مكان واحد لنا أكثر من 56 يوم، من الطبيعي. هل نكرههم؟ لا والله ما نكرههم. هل البرنامج ما نجح بسببهم؟ لا، البرنامج ناجح ونجاح على قدهم، على قد جهدهم، على قد جهدنا، ويلا لك الحمد. طالما انك تخطي، طالما انك تعمل فانت تخطي. ميم، شكرا لك، الله يسعدك يا رب. بخصوص متجر سلمان، طب ليش تحرف في الكلام؟ والله يعني اذا انت عندك صعوبة فهم يا صاحب الكومنت فهذه مشكلتك. أنا لي نص ساعة وأنا أتكلم وأبين الموقف كاملا من وإلى. إحنا زعلانين على محمد لأنه اعتدى على منطقة عمل الموظف ومنعه من شغله، فقط هذا الموضوع. وكان الأمر تراكمات ماضية، منع من متجره، رحل للبرايم، دخل جوال مرتين، هرب مرتين، لا 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 إلى آخره، ما قدر يلتزم بالمنافس فتم استبعاده. بس موضوع مرة سهل ترى، موضوع مرة سهل. سحاب، شكرا لك، الله يسعد قلبك يا رب. أما كلام، أي بالمناسبة سالفة المتسابق اللي أنا تكلمت عنها على الهواء، يوم قلت فيه متسابق جلس يقول والله يا ناصر ما أقدر أشق صف الجماعة وأطلع كذاب بينهم، أقسم بجلال الله، الله يجعلني ما أوصل للبيت، استغفر الله، ماني مجبور على الشيء هذا. تمام، إن واحد منهم يوم قلنا له يا فلان أنت تعرف إن الكلام هذا حصل وإنه منع الموظف من عمله، ليش طالع على الهواء تحلف؟ قال لي والله يا ناصر يا أخي كل أخويا يصفين، ما تبغاني أنا أصف مثلهم؟ صف بس لا تحلف، عظم اسم الله ولا تحلف. وأنتم برضو كمان يعني لا يأخذكم الأمر، لا يأخذكم الأمر إلى أنكم تتعاطفون، تعاطفوا، حبوا، خذوا راحتكم.